داني رح يحكي بعد شوي عن شو بيعمل، بس بدي اقول لكل الانتربرينورز اللي بيعرفوا او سامعين باللين ستارت اب، بنفكر باللين كيف فينا نبلش بطريقه انه نخسر ما نخسر كثير، نكون سريعين، نخفف الويست ونكون مور برودكتيف. وهيدي من الطرق اللي نحن بنبلش فيها البزنس تنكون على على سيستم قادرين نكمل فيه وما نرجع لورا او ما نوقع، نكون عم نعمل بيفيتنج اسرع بالسيستمز تبعونا. لين ستارت اب هي اكثر شيء اخذت رواج بالنيو ways of thinking on starting a business، بس هي اجت من شيء قبل، اجا total quality management، lean manufacturing، the lean way، six sigma، lean six sigma، او دول الاشياء داني بعتقد هو الخبير فيهم، خبرنا اكثر عنهم. داني قلنا مين انت وشو بتعمل؟ ان فاكت تعرف كلمة خبير ما كتير بحبه، وحتى كلمة consultant ما كتير بحبهم. انا دايما بحب احكي مع، انا دايما بقول للعالم انا شخص مشعوط اذا بدك، بحب الباشنت اباوت مانيفاكتشرينج اندستريز من زمان، ومثاقبه شو بدنا نعمل، مثاقبه انه الادوكيشن تبعي كمان ات كمز فروم انه ماسترز كمان ان اندستريال تكنولوجي، سو ثاقبوا مع بعض. سو الادوكيشن وكارير، اشتغلت 17 سنه برانينج ديفرنت اندستريال سايتس هون بلبنان، واشتغلت مع مالتي ناشونالز كمان. So هيك مثل غزت لي أكثر إذا بدك الحب لكل شيء passion about industries and manufacturing، وخاصة FMCG. During this journey كمان اشتغلت أدري على حالي إنه على طول أنا مهووس to create value، يعني كل يوم لازم قبل ما نام لازم أكون عامل added value لحدا أو لشيء أو لإلي على at least. So that's why during my journey هيك لحقت lean manufacturing مثل ما قلت هلا عرفت عنها قبل شوي. So لحقت على بوسطن بعدين انتربرايز انستيتيوت عملت فيها تريننج، ورجعت لحقت على سورس لانه هي بلشت بالتويوتا بالجابان. So لحقت كمان على جابان تعملت تريننج انسايد مع شينكا الشركه اسمها، يلي هنا بيعملوا لك تريننجز انسايد ذا تويوتا فاكتوريز. So هونيك تاخذ اذا بدك الزبده تبع اللين. So وقت رجعت من جابان كنت خلص اخذت الديسيجن انه اكثر انه اسس شركه اللي سميتها سباركرز. كان عندي هدف صدقني أكثر إنه really to bring this added value to the Lebanese community، لأنه حرام إنه ما بيعرفوا فيها. يعني في شيء فيك تعمله، فيك تحسين، فيك، ونحن هون بتعرف كتير شاطرين بالناء، شركاتنا كتير شاطرين بالناء، وبدنا مساعدات وعطونا ويلا وبليز. أو إنه فيك تعمل، أنا دايما بقوله طب أنتوا شو عملتوا؟ What did you do on your internal processes to optimize؟ ومن هون بلشنا الجيرني تبعنا بسباركرز يلي بتعطي very briefly two lines of services. واحدة منحبها كتير يلي هي العلاقة بالtraining وcoaching people وdeliver very specific workshops، ما فيها وعظ، ما فيها حكي، فيها دغري tools وgames وكذا، بطريقة انه يطلعوا منها تاني نهار قدرين يطبقوا الاخدوهم as a concept. وبالمقابل كنا عم اكيد عم نعمل the second line of services هو to lead بنسميهم lean transformation programs بشركات وبindustries، mainly industries بس we're expanding أكثر من industries to help them to become more efficient in Lebanon and we're enjoying it a lot till now. يعطيك العافية داني، وأنا كمان I refer داني whenever someone tells me about lean لأنه بوثق بالvalue اللي بيعطيه هو. هلأ قال every day he wants to add value، هيدي أهم mission واحد بكون عنده إياها on a day to day. داني بالنسبة لك what is freedom as a business owner؟ تعرف أنتري freedom هي أهم شغلة، هي إنه واحد دايما بس يأسس بيفكر إنه freedom هي إنه أنا بدي أقعد أخذ vacation وكذا. in fact أنا بقوله العكس، أنا وقت بلشت sparkles يعني إذا قبل كنت أشتغل 10 ساعات بالنهار صرت أشتغل 18-20، يعني بعدين طلعت أول فترة إنه أف إنه يمكن لو برجع قبل كانت عندي freedom أكثر. هي أول ما بلشنا. So, but again, I was always happy. يعني I am still happy my time that I put is with like on my business. But at the same time, بعد 3 سنين تقريبا وشوي freedom صار عنده غير معنى. صار إنه صرت عم بحسب بنهارات إنه I can bring more added value، ما كون غرقان وغاطس بهالبزنس تبعي، أمرات بالهوني بريبورت، أمرات بالتهي بش بعرفني finances وكذا. طلع إنه really I didn't do this business حتى اروح ضيع وقتي على هاو، انا اي وونت تو كرييت فاليو. طيب سو اند ذس از وير صراحه بتعرف كيف بلشت التفكير بالفريدم؟
انه انا I got a lot of emails and I got a lot of emails from you also, بس شفت تايتل كبير اسمه فريدوم سو حسيت مثل البروجيكتور ضوى قدامي على السكرين اوف هذا هو انا بفتش عليه this is how I went into the freedom workshop صراحة لانه I wanted to create this more free time for me to work on the business development وخاصة I have a lot on, يعني on mind is what that ideas وبشوفها كتير برا بالترينينجز وبصفراتنا وبقول انا ريت بقدر اعملها بس unfortunately I'm stuck كنت بالinternal operations this is what that freedom is for me is to be able to work more and more on growing your business فوقتا نقول working on the business هلا حكيت عن scaling it to gaining your freedom يلي exactly. هن الأربعة يلي منزيد عليهم passing it down or selling it what are you doing to achieve it لتوصل لهيدا الهدف تعرف نحنا we're working on a lot of things هلا recently يعني خاصة صار لها سنة لأنه كمان نحن البزنس تبعنا move to another level يعني من سنة لهلا ما خص ما بحكي هون الأزمة لا بالعكس نحن we're growing الحمد لله لا we're growing صراحة just because نحن we're made to help people to become our companies to become more efficient وهلا بهالأيام بهالأزمة كل العالم they want to be more efficient that's why we're growing more and more لأنه the content that we're providing is helping people and delivering the value that is needed now in the market so in the last year بلشنا نحن restructuring خاصة كان كتير عم نشتغل على delegation systems لأنه اكتشفت أنه بعد سنتين خاصة نحن we don't sell مثل ما أنا بقول دائما we don't sell potatoes like others so نحن البرودكت تبعنا يعني luckily and we're enjoying it that we don't have a lot of competition خاصة بالregion especially بلبنان عم بحكي حوالينا so كنا عم نشتغل أكثر أنه we gained a lot of experience from our projects before so we're working on making the system standard بطريقة that I can pass it on to my subordinates or colleagues or يلي عم يشتغلوا على projects حتى قدر أنا أسحب حالي لأنه I built إذا بدك a system for me that worked well so but it was not documented so we're working on documenting it حتى يصير a kind of template that can لأنه ما تنسى نحن we are a services company so you need a kind of template and to keep your brand image كمان نحن we built an image for Sparkers that we're happy about so I want to keep it so that's why مثل ما الكل بيقولوا it's our baby so my baby so I'm working on it always to be shiny or sexy and all this so my templates my work procedures how can I working on it expanding our team so كنا قبل شوي هيك انه لا هلا بلاها ومش وقت بس بعدين وصلت لمطرح انه اذا بدي ضل هون رح ضل هون so وانا this is not my aspiration يعني انا ما جيت لهون حتى طلعت محلي so that's it. This is what we're working on standardizing and مش بس هيك في كثير قصص من بيناتهم نعمل workshop academy in Lebanon professional and we're working more على ال affiliations إذا بدك مع شركة بأمريكا وشركة بجابان to bring more value coming to these companies. Good luck Dany لأنه كمان you are bringing value to the country والbusiness owners اللي موجودين بهذا البلد. هون رح أسألك من وراء ال freedom workshop شو في insights أخذت takeaways وشو عملت شو action steps من وراء ال workshop. تعرف أنتري أول ما بتذكر وقت بلشنا ال freedom workshop من أول tools اللي بلشت حطيتهم يمكن كان اسمه scalability finder I think and you have to put your products or services وتشوف إذا teachable and all this trifecta okay that's it so بتذكر أنا عبيها هايدي من أول سطر انتبهت إنه I have a problem يعني حسيت حالي إنه أوف إيش عم بعمل لأنه شفت البقية عم يعبوا قصص وقصص وقصص أنا انتبهت إنه لا بعرف إنه I'm services بس لاحظت إنه my services عندهم كل إذا بدك I cannot scale it بهالطريقة منهم products عندي مشكل ضخم كاري اكتشفته بالworkshop انه بس ما حكيت كتير صراحة بس سمعت مثل ما قالوا عضيت على الجرح ناروتا انه ايه انه لا I have to work on my products لانه I don't have real products كان بهمني اشتغل على قصص وبلشت in fact بعد الworkshop هلأ مع انه ما كتير كان معنا وقت بس انه I'm finding ways إنه نشوف كيف نعمل products out of our services حتى تكون طويلة الأمد يعني so this is what we were يعني working we were working on
وشو كمان عنا؟ لا so this is basically قصة البرودكت. وأنا تعرف على فكرة بالوركشوب أندري أنا قبل الوركشوب ما كنت عم فكر ب يعني كنت عم فكر بسكيلينج إت، بس كنت عم فكر سكيلينج إت بطريقة إنه to please myself، إنه إنه أنا رح انبسط أكثر لأنه this is what I love، ومين مشوف بالمصانع إنه بيعرفوني صار وهيك and this is what I want. بس من وراء الوركشوب تبهت إنه لا يا أخي، لا أنا I have an opportunity، I have a competitive advantage in Lebanon، إنه أنا الساحة فاضية، إنه طب why I don't make it a more sexy company، هو يفوت حدا تاني يمكن بيعه مع الوقت، why not، مع أنه ما كنت فكر فيها قبل الوركشوب. وهون صراحة بعد الوركشوب أقول لك أنا honestly اللي بلشت أعمله هو فتحت عيوني أكثر، لأنه كنت قبل غاطس كتير بال operations وبلبنان ومبسوط أنه في we have a lot of things to do يعني. So هون لا فتحت عيوني، شفت competition برات لبنان، وشفت an example، هاي ما بدنا نسمي أسامي، بس شفت an example بشركة بدبي similar to us و at the same time اشترون مش من زمان شركة كتير كبيرة من السعودية. عبالك thank you. So وهي الشركة يعني بس شفت شو عم بيعملوا هيك، وشفت كيف تغير البزنس تبعهم when they moved from a level to a level، لأنه فاتوا بملايين الدولارات investment معهم. So شفت الأداب يقدروا يساعدوك تتعطي مزبوط. I have a lot and a lot and a lot of ideas, but I need to create time and I need more let's say capital حتى to work on it. So هوني بس شفت هاو دي من وراء الوركشوب فتحت عيوني عليهم. هلا I'm working in a different perspective. يعني هلا صرت connected مع both companies وغيرهم كمان companies. عارف إنه it will not happen tomorrow لأنه my company is not now sexy for them. لأنه I don't have all the criteria اللي حكينا عنهم بالworkshop بالfreedom workshop. So I'm working on them. I'll keep on working on them حتى مع let's say not a very long term is about that. خلينا نقول 4 to 5 years to make it more appealing while enjoying what we're doing now. We make our company more appealing to international companies. So hopefully this is what we're working on. And thanks to you, Andre. ولو good luck Dany. Any time بدك أنه نكون more engaged بالvalue builder system to increase the value of the business and make it مثل ما قلت أنت sexy and sellable, you know you have my number and you have my support. Of course, Andre. We're counting on you, Osman. Thank you. أنا بتمنى لك كل الطاقة Dany. You have a great day.